اهلا وسهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ فطيمة المميز. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. النهاردة هعمل معاكم وصفة بسيطة جدا، ورقة اللحمة في الفرن. انا عندي هنا تقريبا كيلو لحمة بتلو بالعظم، وعندي خضار مشكل، عندي بصل وجزر وفلفل رومي، وعندي ثوم، وعندي بهارات فلفل وملح وسبع بهارات، وعندي سنة جوز الطيب، وعندي عود قرفة، وعندي بصلتين كبار متقطعين جوايح، وعندي دبس رمان. يلا بينا نشوف هنطبق ازاي. زي ما انتم شايفين انا جبت صينية وحاطه فيها ورق الفويل. هجيب البصل هحطه كده في الصينية، وهفتت البصل كله من بعضه كده بالشكل كده، وهحط الفلفل، اهم حاجة الفلفل والملح معايا هنا كده، البصل يبقى بعد ما حطيت البصل كده معاكم وحطيت عليه حبة فلفل وملح، هحط عليه بقى الخضار بالشكل ده كده. والتومة معايا انزل بيها كده، وهبدأ احط بقية البهارات كده على بعضها. وبعدين هحط اللحم، دي لحمة تفل بالعظم مغسولة ومتنضفة، انا حطيت اللحمة عليها اهو. لسه هبدأ احط للحم ملح وفلفل كده بالشكل ده كده، وهنزل عليه بحبة دبس رمان كده. دبس رمان بيفرق معايا في اللون وفي الطعم جدا. اذا ما عندوش دبس رمان مش مشكلة، احط حبة خل او ليمونة وحبة سكر كده بالشكل ده كده بس خلاص. وهبدأ اقلب كويس جدا علشان دي هتكمل معايا في الفرن تقريبا ساعتين تقريبا. اهم حاجة تطلع معايا كويس. هحطها في درجة حرارة، هحطها في الفرن بدرجة حرارة 180، وهسيبها لما تستوي. هي البترول ما بتاخدش اصلا كتير، فممكن تقعد لها تقريبا ساعة او ساعة ونص. فاحنا بعد الساعة ونص هنرجع نشوفها وهرجع اوريها لحضرتك، انتظروني. الشكل النهائي لورقة اللحمة بعد ما طلعناها من الفرن تقريبا قعدت ساعتين، طعمها ولا اروع وريحتها تحفة. يا ريت تجربوها، ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب.